شلونك؟ والله تمام. مين مزعلك؟ كل التيك توك مزعلني وانت مزعلني. والله اذا التيك توك كله زعلك وائل بيضل بظهرك. قل لي مين عليك هلا بجيب لك ايه. انت مزعلني والله. انا مزعلك؟ لا شو مسوي؟ بشوف لك ترندات بتعجبنيش صراحه. مثل ترندات؟ ما انا ماني مسوي. انا ما لما احكي شيء ما اكون انا قاصد لحتى اطلع ترند. غلط مسوي. غلط اخوي خالصين والله. يعني الترند اللي طلعت فيه انا خالص انتهى. والله غلط والله يا اخوي. يا ميكس يا قلت لك مره. اسمع شو قلت لك مره؟ بعرف شو قلت لي بس اسمع. انا بس اسمع. لا تذكر اسم او نفتح الموضوع. انا ما بدي افتح خالص. انا ما بدي افتح الموضوع. ما بدي افتح الموضوع. تعرف انا شو قلت لك مره؟ أذكر قلت لي الأشياء المشاكل لا تطلع على أذكر. هاي تياسي من كل اثنين مع احترامي لكم. العين إلها حق. تياسي من كل اثنين العين إلها حق عليكم. والله شوف أنا ماني من النوع اللي بيآمن أنه انحسدنا أو انضربنا عين. ما أعرف ميكس. يعني شوف الشغلة أنا بآمن بالنصيب. نصيب هيك. هذا اللي خلانا نبعد أنا والبنت. هو أنا والبنت خالص يعني خالص خالص على الأخير. ماكس بسألك سؤال. أنت لما مثلا طلعت ترند قبلي أنت والمستورة ضحى رحت خطبت. هذا الشيء عابك شيء من شيء مرجال؟ بالعكس أنا خطبت الحمد لله طلعت صادق. من شيء مرجال خطبت مرة صح؟ أنا خطبت 3 مرات. كيف خطبت 3 مرات؟ 3 مرات أنا رحت خطبت البنت. كيف يعني مش فاهم؟ 3 مرات خطبته. رفضت أول مرة. رفضت أول مرة من الوالد. رجعت ما يأست. رجعت خطبت ورفضت من الوالد. المرة الثالثة خطبت الوالد وافق والبنت لا. فهمت؟ فأنا سويت اللي علي. فخلص ماكس بالله سكر السير لأنه أنا سويت اللي علي. يعني تقدمت 3 مرات. 3 مرات. مرة من أبوها ومرة من أمها ومرة منها. مرة من أبوها ومرة الثانية من أبوها والمرة الثالثة منها. في سحر بصراحة. في غلط بالموضوع.